يلتقي اليوم منتخب العراق الأساسي ضد منتخب طاغستان في مباراة ودية اليوم الاثنين 24 مايو 2021 على قناة العراقية سبورت اتش دي والشباب سبورت اتش دي 1 والسومرية على ملعب الفيحاء. الحكم اسماعيل حبيب علي وتعليق علي الشمري وعلاء عبد الله. نتمنى التوفيق لمنتخب العراق. الساعة 7:30 بتوقيت السعودية والعراق، 6:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت الجزائر.